جامعة الشارقة حصلت على عضوية الاتحاد الأوروبي لجمعيات فنيي الأشعة عن طريق قسم تصوير الطبي. هذه العضوية هي الأولى لقسم أو جامعة من خارج دول الاتحاد الأوروبي. تقريبا معظم دول الاتحاد الأوروبي منضمة تحت هذه الجمعية أو الاتحاد. تشمل هذه العضوية حوالي 100,000 فني تقني أشعة، وكذلك أكثر من 8,000 طالب فني أشعة. العضوية هذه تتمثل أهميتها في أنه راح تتيح فرص جديدة لأعضاء القسم وكذلك طلاب القسم في المشاركة في ندوات ومؤتمرات وفعاليات أخرى في المستقبل. عضوية الجمعية هذه تأتي بعد نقطتين. النقطة الأولى هي نشاط أحد أعضاء القسم هو الدكتور حسين عوزاتكن في مشاركاته في هذه الجمعية عن طريق البحوث العلمية والمشاركات التدريبية، وكذلك بناء على موافقة الجمعية واعتمادها على قوة ونشاط البرنامج الدراسي للقسم ومكافأته لكثير من البرامج في الدول الأوروبية الأخرى.